اذا عندنا هاي المساله عن ترانسفورمر افشنسي. الافشنسي شو تعني الافشنسي بشكل عام؟ لو بدنا نحكي عن شيء هي الافشنسي تبع الاوتبوت باور على الانبوت باور. اذا احنا حنعرف الافشنسي لمرات بنوزنها بالرمز ايتا، وايتا ممكن احطها هون ات 100% لود، او بشكل عام بتساوي P out at over P in، أو بتساوي 1 minus P losses على P in. شايفين الاختلاف بين هدول التنين؟ لأنه P out شو بتساوي؟ بتساوي P in minus P losses على P in. مضبوط؟ الـ input power والـ output power والـ losses. إذا طرحت اللوسز من الانبوت باور شو بضل عندي؟ الاوتبوت باور. بقسم الاوتبوت باور على الانبوت باور شو بتعطيني؟ افشنسي. هلا هاي طبعا انا حطيت هون ات 100% لود، بس هي ممكن تكون ات اني لود، ممكن اعملها ات اني لود. اذا هاي هون الافشنسي ايتا، ايتا الايتا من اي ابجديه جاي؟ لا يعني اذا عندي هون البي اوت على بي ان، الاوتبوت لوسز على الانبوت لوسز، فبدنا نحسب الاوتبوت باور وبدنا نحسب الانبوت باور. هلا في شيء مهم لازم ناخذه بعين الاعتبار، رح يضل عندنا دائما، رح نفترض انه في برايمري اي برايمري بتساوي في سكندري اي سكندري. هاي رح تضلها عندي اللي هي ايش في في اي؟ باور. اي باور؟ الابيرنت باور. الابيرنت باور. اذا عندي هون ابيرنت باور اللي هي اس، عندي هون انا معطيني اس ريتد، ففي الحاله هاي الريتد ابيرنت باور تبعت هذا المحول بتساوي 200 ووحدتها كي في 200000 كي في. فعندنا هذا المحول 200000 كي في اي الاس. هلا اذا جينا طلعنا على هذا المحول، هذا المحول عماله بعطي لود، هاي اللود الباور فاكتور لهذا اللود قديش؟ 0.84. لاجينج ولا ليدنج؟ ما بنعرف، ما حكى بالسؤال، ما حكي انه هو باور فاكتور لاجينج او ليدنج. واضح فاهمين؟ وي دونت نو، ما بيأثر علينا هون. هلا اذا انا عندي هون اس ان، عندي هون اس لهذا المحول بتساوي 200 كي في اي، طبعا هو داخل له هون، عندي هون بي ان، بدي احسب بي اوت. هاي هون الباور فاكتور لهذا اللود بتساوي 0.85. ايش معادلة بي اوت؟ معادلة بي بشكل عام شو بتساوي لسنجل فيز؟ احسن. اذا بي اوت بدها تساوي في اس I S V S I S cosine theta. من وين بدي اجيب cosine theta؟ الباور فاكتور. الباور فاكتور ممتاز. إذا هون عندنا الباور فاكتور cosine theta بيساوي 0.85، فبصير عندي P out بدها تساوي V S I S في 0.85. بس إيش هي V S I S؟ إحنا عارفينها. هذا اللي هي الأبارنت باور، قديش قيمتها؟ 200 كي في. عندنا هون إذا بط V S I S تساوي 200 K V A. إذا P out بتساوي S مضروبة في الباور فاكتور وتساوي 200 K V A مضروبة في 0.85. حد يضرب لنا اياهم 0.85 تطلع 170 كيلو وات. 170 كيلو وات. إذا الأوتبوت عندنا هون 170. قديش اللوسز في هذا المحول؟ ايش اللوسز اللي في المحول هذا؟ هتفول لود لما يكون شغال هتفول لود. ايش اللوسز؟ ايش نوعين اللوسز اللي حكينا بصيروا في المحول؟ كور لوسز او ايرون لوسز. ممكن تسميهم نفس الشيء، هذا ايرون او كور نفس الشيء، لانه الكور من ايش معمول؟ من الايرون. اوكي. اذا قديش عندي هون الكور لوس؟ 1 كيلو وات. والباور كوبر والبيكو، مين اللي من هذول متغير ومين اللي ثابت؟ مين اللي بتغير بتغير اللود ومين اللي ثابت؟
كفر بتغير. كفر بتغير، بس احنا هون عارفين هو طالب مني السؤال ادفول لود ومعطيني القيمه ادفول لود، اذا بستعملها نفسها. اوكي طيب، اذا انا عارف الاوتبوت باور تبع المحول وعارف اللوسز في المحول، ايش بقدر احسب؟ الانبوت باور. فصارت عندي هلا الانبوت باور هون بي ان بتساوي بي اوت زائد بي لوسز، لكن بي لوسز مكونه من ايش؟ بي ايش؟ علي صوتك. كفر كوفر زائد بي اين. بي اين 1 كيلووات مش هيك؟ بي كوفر 1.5 وبي اوت 170 كيلووات. 170 بصير 172.5. بقدر احسب الافشنسي الان؟ قديش الافشنسي راح تطلع معنا؟ الافشنسي صارت بي اوت على بي ان، وصار عندي هون هلا الافشنسي. هلا لاحظوا هون ايش راح احط؟ اد فول لود. ليش حطيت اد فول لود؟ ليش حددت انه الافشنسي هاي اد فول لود؟ راح تتغير، راح تتغير لما تغير اللود، لما صارت نص لود او ربع لود راح تتغير. اذا هلا بي 100% لود الافشنسي بدها تساوي P out over P in وتساوي 170 كيلووات على 172.5 98 كيلووات 98 فاصلة 5 5. هذه طبعا at full load، هاي لازم نأكد انها هاي at full load.